أنا والدة البطل الرائد محمد صلاح ابن محافظة أسيوط، قائد نيران المدفعية بموقعة البرز مع العقيد منسي، بيتذاع حاليا المسلسل بتاع الاختيار. مسلسل الاختيار ده بيجسد بطولات أولاد نفسينا، وربنا يا رب يجعل كل تعب وشقى أولاد نفسينا في ميزان حسناتهم، سواء كان الشهداء أو الأبطال اللي بيكافحوا الإرهاب وبكل ما عندهم في سبيل إنه يحافظوا على سينا. سينا بوابة مصر، فلازم طبعا يحافظوا عليها. تواصل معانا طبعا الممثل اللي بيقوم بالدور. المسلسل بيجسد دور ابني الشهيد الرائد محمد صلاح، قائد نيران المدفعية. محمد مش بس شارك في موقعة البرص مع العقيد منسي، لا ده شارك معاه في مداهمات كتيرة قبل موقعة البرص، ومتصور معاه في كذا مداهمة هو والعساكر اللي كانوا معاه. المسلسل فعلا يعني حاجة جميلة.